تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا، رحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج دائما مخرجنا المتألق نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بزميلتي الأخت آمنة العلي، ومثل ما قلنا لكم إن شاء الله أن بتسمعون صوت آمنة خلال الأيام القليلة القادمة. ومن خلال هذا البرنامج مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم ونرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما ذكرناكم مستمعينا، دائما نذكر بأن يعني نذكر بالإجراءات الاحترازية والوقائية بخصوص فيروس كورونا، وأيضا غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية يساهم مستمعينا بشكل فعال في الحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا. نستعرض معكم مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم عندنا دائما أخبار محلية وأخبار عالمية. عندنا اليوم خبر عن أسباب اضطرابات النمو لدى الأطفال، وأيضا خبر الأسماك النيئة والمدخنة ممنوعة على هؤلاء، وأيضا خبر عن غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة تماما. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم الأخبار المتداولة على صفحات الهيئة والصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. أيضا معنا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم مع الدكتور عبد الله عن قسم جراحة الأعصاب. وأيضا عندنا مثل ما ذكرناكم ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء مصطلحات طبية، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم سوء التغذية، وبنتكلم أكثر عن سوء التغذية ويعني الأسباب. فقرة التغذية مستمعين الأعزاء، أهمية الفطور لفئة المرضى المصابين بداء السكري، وأيضا عندنا فقرة أخيرة عن صحة المسنين. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، متنوعة، ودائما يعني نطلب منكم مستمعينا التواصل معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا، خلنا ناخذ هذا الخبر، أسباب اضطرابات النمو لدى الأطفال. قالت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء أن اضطرابات النمو لدى الأطفال قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة. وأوضحت أيضا الجمعية أن قصر القامة الشديد قد يكون من الأعراض الأولية للفشل الكلوي المزمن، أو قد يشير إلى المرض الوراثي المعروف باسم عجز النمو الغضروفي، وهو أيضا الشكل الأكثر شيوعا لقصر القامة. ويعد أيضا سوء التغذية مستمعينا أو الربو أو قصور الغدة الدرقية أو نقص هرمونات النمو من الأسباب المحتملة لتأخير النمو أيضا. لذا شددت الجمعية على ضرورة خضوع الطفل لفحوصات طبية للتحقق من إصابته بأحد هذه الأمراض من عدمها. وخبر الأسماك النيئة والمدخنة ممنوعة على هؤلاء. قال المعهد الألماني لتقييم المخاطر إن الأسماك النيئة كالسوشي والأسماك المدخنة ممنوعة على بعض الأشخاص كالحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. وفسر أيضا المعهد الألماني ذلك بأن تناول الأسماك النيئة والمدخنة يرفع لدى هؤلاء الأشخاص خطر الإصابة بداء الليستريات الذي يؤدي إلى تسمم الدم والتهاب الدماغ والتهاب السحايا في بعض الحالات. ولتجنب هذه المخاطر مستمعينا الصحية الجسيمة، ينبغي على هؤلاء الأشخاص تناول الأسماك بعد طهيها جيدا على درجة حرارة تبلغ 70 مئوية ولمدة لا تقل عن دقيقتين.
وأما الآن مع فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم الأخبار المتداولة على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية مع زميلتنا الأستاذة أسمى الجناحي. أختي أسمى صبحك الله بالخير والنور والعافية وصباح الإيجابية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أختي أسمى، وشو عندك اليوم بتخبرينا وما هي أخبار صحية على وسائل التواصل الاجتماعي؟ من الأمور اللي هي هالأسبوع عليها وايد مشاركات هو سرطان الثدي للمرأة وأيضا الصحة النفسية مستمرين. الناس ما شاء الله الأوسمة ترند كم من يوم يعني ما شاء الله. غيرها نحن نبغى شوي إن نتكلم أيضا عن كوفيد، يعني من ضمن دام إنه التوب الموضوع الذي يعني ما في يوم حد يتكلم عنه. صحيح. لكن نصيحتنا اليوم هي بتكون لأولياء الأمور. نحن في هيئة الصحة كل أسبوع تقريبا نحط مثلا أمور لازم على أولياء الأمور تجنبها أو القيام بها، والأهم إن نحن دائما نشجع يعني اللي يروحون المدارس إن عدم مشاركة الأكل مع الآخرين، عدم مشاركة الأغراض المدرسية مع الآخرين، يعني غسل اليدين، يعني ممكن نحن هالأشياء نحسها يقول يعني خاص common sense والناس تعرفها، لكن فعلا غسل اليدين ممكن يكون مو بس مهم حق كورونا، مهم حتى حق الإنفلونزا. صحيح. فهي نفس طرق الوقاية من كل أنواع العدوى، يعني سواء كانت كوفيد أو غير كوفيد، غسل يدين، المسافة الآمنة إذا كان مع واحد عليه أعراض، أو يعني مثلا اللي واحد فيه أعراض أصلا لازم ما يطلع من البيت. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي وتم وضعها أيضا إلكترونيا، وهي ندوة نظمتها هيئة الصحة بدبي تستعرض الجهود العمل الإنساني الصحي والأمني والمجتمعي. صح إنه كان يعني الفترة كانت يعني عايشين في جائحة كورونا، لكن هذا ما منع أن يكون في أعمال إنسانية في القطاع الصحي والأمني والتعليمي وغيرها من المؤسسات. فهذا اللي كان أمس كان فيه مثل ندوة افتراضية، منتدى العمل منتدى الصحي الصحة أولاً، وكان يركز عن العمل الإنساني خلال الجوائح، ومن ضمنها يعني أمثلة كانت عن فيروس كورونا. أيضاً نحن من ضمن الأشياء المهمة تم وضع طريقة الفحص المنزلي عن سرطان الثدي. في أكثر من طريقة أو للفحص، ودائماً الأشخاص يقولون زي كيف نفحص؟ فنحن إن شاء الله يوم الأمس حطينا عن الفحص المنزلي، اليوم بنحط عن نوع ثاني من الفحوصات، وكل يوم راح نشرح لهم كيف ممكن هم يقومون بهاي الفحوصات، خصوصا الفحوصات اللي تكون في المنزل. صحيح. دائما نحن أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نشجع فيها الجمهور أن يوصلون صوتهم واقتراحاتهم لنا، ففي مبادرة نحن نحطها من فترة لفترة اللي هي حصاد الإبداع، وهل هذا الشهر يتكلمون عن تحسين تجربة المتعامل. فاللي عنده أي اقتراح أو أفكار حاب يشاركها ممكن يشاركها على موقع e-suggest.dubai.gov.ae، منصة الاقتراحات لحكومة دبي، يقدمون أفكارهم وحاطين ديدلاين لين 30 نوفمبر. أيضا نحب نذكر أن ممكن الأشخاص يأخذون مواعيد لفحوصات كوفيد من خلال الرقم المجاني، للتطعيم أيضا من خلال الرقم المجاني، وأيضا للخدمات والاستفسارات العامة. فدائما ننصحهم إذا تبون تأخذون المعلومات الدقيقة تواصلوا معنا على رقمنا 800-342. أي تقريبا كل الأشياء اللي صارت وحبينا نوصلها أيضا للمستمعين من خلال منبر نور دبي إذاعة نور دبي. شكرا أختي أسماء الجناحي، شكرا على هالمعلومات الجميلة، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، يعني من السوشيال ميديا بناخذ
فاصل قصير، وبعد الفاصل إن شاء الله عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم اليوم عن قسم جراحة الأعصاب، وبنتعرف أكثر عن خدمات قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد بدبي والأجهزة والتقنيات الموجودة بهذا القسم، والكثير من المعلومات عن قسم جراحة الأعصاب. ولكن بعد الفاصل مستمعين الأعزاء خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. ودائما مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم من خلال هذا البرنامج على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا فقرة الخدمات وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وهي أحدث الأجهزة المتوفرة في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد بدبي. هيئة الصحة بدبي دائما مستمعينا الأعزاء تحرص على توظيف أحدث التقنيات والأجهزة الطبية بمختلف منشآتها الصحية ومراكزها التخصصية، وهذا طبعا لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في التشخيص والعلاج. مستمعينا بنتعرف أكثر عن قسم جراحة الأعصاب مع الدكتور عبدالله قاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد بدبي بهيئة الصحة بدبي. دكتور عبدالله صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله بالنور والسرور. أهلا أخوي عبدالله، شاكرين لكم استضافتكم الطيبة هذه. الله يسلم دكتور، نحن بالعكس يعني سعداء جدا دكتور عبد الله، وفخورين الحقيقة يعني باللي تقدمونه أنتم من خدمات مميزة يعني في مستشفى راشد، وطبعا هيئة الصحة بدبي. فاليوم الحقيقة نحب دكتور أن نتحدث معك وتعطينا فكرة عن قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد. قسم جراحة الأعصاب طال عمرك يعالج وينظر في حالات المرضى اللي عندهم مشاكل في أو أمراض في الدماغ أو العمود الفقري والتي تتطلب حلول جراحية. نعم. هاي المشاكل تكون ذات أنواع مختلفة، مثلا الإصابات في الرأس أو حالات النزيف أو تجمع الماء اللي باللغة العربية يسمونه استسقاء الدماغ، وكذلك المشاكل التي تتعلق بالشرايين في الدماغ وحالات الأورام اللي في الدماغ كذلك. نعم طبعا دكتور، يعني قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد، وكون أنه يعني مركز الإصابات والحوادث يعني في مستشفى راشد يعتبر من المراكز الحيوية على مستوى الشرق الأوسط، وأكيد دكتور عبد الله بشكل مستمر عندكم أنتم حالات وحالات يعني تختلف، يعني حالات ممكن تكون عادية، حالات بسيطة، وحالات حتى يعني كبيرة. فلو تحدثنا دكتور عن الحالات اللي توصل لقسم جراحة الأعصاب وكيف يتم التعامل مع هاي الحالات، وحتى لو نتكلم دكتور عن يعني كيف يعني تستخدمون الأجهزة والتقنيات الحديثة أو الذكية في هاي الحالات. بالنسبة لحالات الإصابات مثل ما تفضلت، مركز الإصابات المستشفى راشد يعد من أكبر المراكز في الشرق الأوسط. نعم. والأرقام أو الحالات التي يتم علاجها أرقام كبيرة جدا مقارنة بالمنطقة. نعم. ونحن من حظنا أن نكون في هذا المنظومة الصحية، لأن في المستشفى هنا عندنا كذا تخصصات متواجدة، لذلك مركز الإصابات يسمونه من الدرجة الأولى. نعم. إذا عندنا أخصائي أو استشاري جراحة الأعصاب متواجد 24 ساعة، الكسور متواجدين، الجراحة العامة متواجدين، إصابات الوجه والفكين متواجدين، فعشان كذا يسمونه مركز من الدرجة الأولى. وكثير من الإصابات اللي جينا إصابات معقدة تتطلب تدخل أكثر من تخصص العلاج المريض. صحيح. طبعا تدخل هذا في أكثر الحالات يكون سريع وفي وقت وصول المريض، ونحن عندنا خبر قبل لا يوصل المريض إن في مريض كذا كذا عنده مشاكل في الطريق إلى المستشفى، نتوقع وصوله خلال 10 دقائق. ففي فريق على طول مستعد يستقبل المريض
وأجهزة الأشعة وأجهزة السي تي سكان متواجدة في الحوادث، فالمريض في شكل سريع جدا يتم تشخيصه وبناء القرار، لأن جميع الاستشاريين نعم. أو الأخصائيين متواجدين في قسم الحوادث. وهذا الدكتور يعني الحقيقة شيء جميل جدا. أنا عن نفسي صراحة وايد حبيت البرنامج هذا، ومثل ما ذكرت دكتور بأنه يعني يتم يعني علم الفريق الطبي في مركز الحوادث بيعني وقت وصول المريض، وأنتوا طبعا كفريق طبي واللي أنا أعرفه دكتور صححني يعني إذا أنا غلط، أنه يتم يعني وجودكم كلكم في المركز مركز الإصابات والحوادث تنتظرون المريض هذا، سواء يعني مثلا استشاري الأعصاب، استشاري الدماغ، القلب الباطني، على أساس أنه يتم أخذ المريض هذا ويتم يعني علاجه في نفس الوقت، على أساس أنه حتى سرعة العلاج واتخاذ القرار يكون سريع. صحيح، نعم صحيح. نعم دكتور، لو نتحدث معاك وتخبرنا أكثر عن دور التقنيات الحديثة في التشخيص، وكيف يتم يعني استخدام التقنيات الحديثة هاي في سرعة الشفاء. نعم، بما أننا نحن نتكلم في موضوع الإصابات، أحد التقنيات الحديثة اللي نحن نستخدمها هنا هو جهاز قياس الضغط في الرأس. فمريض اللي عنده إصابة في الدماغ، الضغط في الدماغ يرتفع، فنحن عندنا جهاز حديث وظيفته أنه يحسب الضغط الموجود في الدماغ بشكل مستمر من وقت العملية، وكذلك الوقت اللي بعد العملية لما المريض يروح لقسم العناية يتم باستمرار مراقبة الضغط هذا، وبناء عليه نحن نحدد شو هي كمية الأدوية، شو هي كمية المنومات اللي ممكن يحتاجها هذا المريض عشان نقدر ننزل هذا الضغط. طبعا الجهاز هذا هو الوحيد اللي موجود عندنا في الدولة، في أنواع كثيرة من الأجهزة متواجدة في أماكن أخرى، بس النوع اللي نحن نستخدمه، نحن الوحيدين نستخدمه، يراويك الضغط بشكل مستمر على شاشة، وتقدر ترجع إلى مثلا تبغى تشوف شو وضع الضغط خلال 24 ساعة اللي طافت، فما تشوف أرقام ولكن تشوف رسم بياني، وعلى أساس تقرر شو الخطوة التالية لمتابعة مسألة الضغط هذه. هاي بالنسبة للإصابات. في كذلك عندنا نحن تقنيات كثيرة جدا يعني حق الحالات، مثلا حالات الشرايين مثلا، نعم. مش في تقنية واحدة، في تقنيات كثيرة ومعقدة، منها تقنية، طبعا نحن عملياتنا تقريبا كلها نستخدم فيها المجهر الجراحي. نعم. نحن عندنا مجهرين جراحيين متقدمين جدا من شركات ألمانية معروفة جدا، وهي لها السبق في المجال، المجاهر الجراحية لتخصص جراحة الأعصاب، عندنا اثنين منهم، وكلهم مجهزين بتقنيات حديثة. أحد التقنيات على موضوع الشرايين، يعني عندنا صبغة نحقنها خلال العملية تبين لك الشرايين بشكل واضح في الميكروسكوب. نعم. الميكروسكوب اللي هو المجهر الجراحي، يعني المجهر الجراحي هذا يكبر الصورة وينورها تقريبا 10 أضعاف الحجم الطبيعي. نعم. الجراح بهذه الطريقة يقدر يتعامل مع الشرايين بكل ثقة وبكل دقة وبتفاصيل متفانية جدا، مع الحقن المادة الفوسفورية هذه بتشوف الشرايين بشكل واضح وجريان الدم فيها، وتتخذ الإجراء المطلوب حسب الوضع هذا. صحيح. وكذلك في موضوع السونار، هذا السونار هذا الكل يمكن يعرف، اللي يحطون الجيلي على البطن أو يطورون السونار. صحيح. السونار نحن بنستخدمه مختلف طبعا، الجهاز اللي نيود بإيدنا عشان نحط على الشريان، رأس الجهاز هذا تقريبا ملي واحد حجمه، ولما تحط على الشريان يخبرك شو هي سرعة جريان الدم، هذا الشريان الدم فيه بطيء، هذا فيه سريع، كيف أنت تتعامل مع هذا. هالتقنية كذلك موجودة عندنا نحن. صحيح. بالإضافة للسونار العادي طبعا، هاي سونار دقيق خاص حق الأشعة. صحيح. حق الشرايين الدماغ، لأن شرايين الدماغ صغيرة جدا فتحتاج إلى سونار دقيق جدا، كذلك هذا موجود عندنا نحن. صحيح. أيضا دكتور عبد الله، يعني وجود هاي التقنيات الحديثة ووجود هاي الأجهزة اللي تفضلت فيها مهمة جدا، لأن مثل ما تفضلت دكتور يعني أنواع الحالات اللي أتي سواء لمستشفى راشد أو لمركز الإصابات حالات مختلفة، قد يكون يعني فيها بعض المشاكل في الأوردة والشرايين، فوجود هاي الأجهزة مهمة وتساعدكم أيضا دكتور على موضوع يعني سرعة الشفاء والتشخيص أيضا. نعم، لأن الموضوع يعود إلى الإدارة العليا. صحيح. هي عندها نظرة كيف نقدم خدمة أفضل. صحيح. كيف نجعل نتائجنا أفضل، كيف نعم. نجعل مخرجات رعاية المريض أفضل، فيعودون إلينا نحن شو يا دكتور متطلباتك أنت عشان تطور هالأشياء،
1 2 3 يتم توفيرها حسب الرؤية العليا. الهدف الأسمى هو رعاية المريض بشكل أفضل. واليوم أيضا يعني هيئة الصحة بدبي تسعى دائما يعني تقديم خدمة متميزة وأيضا سعادة متعاملينها دكتور. نعم صحيح جدا. دكتور تفضلت أنت وتكلمت عن يعني حالات كثيرة أنتم تستقبلونها ويتم علاجها من قبل يعني قسم جراحة الأعصاب وأيضا يعني استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص وسرعة الشفاء. لو تعطينا دكتور عبدالله أبرز الحالات المرضية اللي يتم التعامل معها في قسم جراحة الأعصاب. يعني في الحالات كثيرة، في حالات أورام كثيرة نحن نتعامل فيها. يعني جاءتنا مريضة مثلا قبل فترة، هي تعمل في دبي لدى أحد العوائل الإماراتية. نعم. كانت تشتكي من مشكلة في النظر، فلما سووا لها الأمراي لقوا أن في ورم يضغط على عصب النظر. فنحن شفنا المريضة وشفنا الأشعة واستخدمنا جهاز اسمه جهاز الملاحة الجراحي. هذا إشارات النافيجيشن مال السيارة. جهاز الملاحة قبل ما أنت تبدأ العملية يقول لك هاي النقطة اللي تدخل فيها من الجلد من فروة الرأس. نعم. وبهذا الاتجاه يوصلك بالضبط إلى العصب أو إلى الورم أو إلى الشريان اللي أنت تبغاه. فاستخدمنا جهاز الملاحة هذا وسوينا لها العملية وتمت إزالة الورم ونظرها تحسن وراحت البيت في فترة قصيرة جدا. هاي أحد الأمثلة. مثال آخر، يانا مريض كان عنده الله يعافي السامعين شلل في رجلين الاثنين لفترة يومين. فلما نحن يانا سوينا للتصوير سوينا لكل شيء، اكتشفنا أن عنده شريان غير طبيعي في ظهره. هذا الشريان هو سبب المشكلة. كذلك باستخدام تقنيات الشرايين سوينا العملية وسكرنا هذا الشريان، وهذا المريض ذهب إلى المنزل يمشي. وياي كان عنده شلل غير قادر على المشي بتاتا. نعم. هاي النتائج فقط تأتي باستخدام التقنيات، لأن تعطيك صحيح دقيقة جدا للمشكلة اللي أنت تبغى تعالجها. نعم. دكتور عبد الله القاسم استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد. الحقيقة دكتور نحن فخورين جدا بالعمل المميز، وفخورين الحقيقة جدا يعني بالخدمات المميزة اللي تقدمونها في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. كل الشكر والتقدير لك دكتور عبد الله. شكرا جزيلا وشكر لكم كذلك على الاستضافة الطيبة هذه. شكرا. مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنتحدث عن مصطلحنا الطبي لهذا اليوم سوء التغذية وأكثر تفاصيل. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم، اتصالاتكم، ملاحظاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مستمعينا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم سوء التغذية. يشير مصطلح سوء التغذية إلى النقص أو الزيادة أو عدم التوازن في مدخول الطاقة أو المغذيات لدى الشخص، ويشمل هذا المصطلح سوء التغذية ثلاثة مجموعات واسعة النطاق في الحالات الصحية. أولا، نقص التغذية الذي يشمل الهزال أو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، وأيضا قصر القامة بالنسبة إلى العمر، ونقص الوزن أيضا انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر. ثانيا، سوء التغذية المتعلق بالمغذيات الدقيقة الذي يشمل أيضا نقص الفيتامينات والمعادن المهمة أو أيضا فرط المغذيات الدقيقة. وأخيرا، فرط الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري وبعض السرطانات وأيضا بعض الأمراض الأخرى. ومن سوء التغذية إلى فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان أهمية الفطور لمرضى السكري، مع أختنا لمياء مصطفوي أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة لمياء صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية.
الله يحييك. طبعا اليوم حديثنا معك عن أهمية الفطور لمرضى السكري، ونحن طبعا نعرف أن مرضى السكري لهم يعني منظومة متخصصة ومنظومة شاملة ومنظومة يعني مختلفة، تحتاج إلى يعني الحقيقة إلى متابعة وتحتاج إلى برنامج علاجي متكامل. حابين الحقيقة نعرف أختي لميا أكثر، يعني ليش الفطور شيء مهم بالنسبة للمصابين بداء السكري؟ أول شيء جزاك الله خير على الاستضافة، وبرد أنا بفتح الموضوع مثل ما قلت أنت على أساس موضوع الفطور. نعم. بتكلم أول شيء كمان فطور عامة عقب تخلص مرض السكر إن شاء الله. الفطور هي وجبة الأهم في اليوم، هي وجبة الأولى اللي يبدأ بها الإنسان يومه، اللي تمد بالطاقة والنشاط. مثل أي سيارة تحتاج لوقود، الإنسان يحتاج لطاقة إنه يمشي يومه بكثرة، نمشي يومه بشكل طبيعي حتى وقت تناول الوجبة التي تليها. ودائما ما نجد خبراء التغذية يؤكدون على أهمية وجبة الفطور بالنسبة لأي شخص، حتى هؤلاء الذين يعانون يتابعون نظام غذائي لفقدان الوزن. صحيح. فتجاهل وجبة الفطار وإهمالها يوميا يؤدي إلى أضرار عديدة ولا يفيد، لذلك فالاهتمام بهذه الوجبة أمر غاية الأهمية، وحتى يتمكن الاستفادة منها بأكبر قدر والحصول على الطاقة اللازمة لبدء اليوم بالنشاط. هذا أنا تكلمت عن الفطور عامة. الحين بدخل أنا مرضى السكر، فالمرضى السكر لا يختلف في هالشيء. صحيح. في الحكم اللي تقول افطر ملكا وتغدى وزيرا وتعش فقيرا، ما يبوها من فراغ هالحكمة هذه. صحيح. وجبة الفطار بالنسبة لمرضى السكر قد تكون أهميتها حتى أهم من وجبة الغداء والعشاء. نعم. إذن ليش هي مهمة؟ أول شيء عندما يستيقظ المريض السكري في الصباح يكون عاده على آخر وجبة أكلها تقريبا 8 ساعات، وهو ما يعني أن مستوى السكر في الدم قد يقود منخفضا إلى حد ما، وبالتالي تعتبر وجبة الإفطار ضرورية جدا لجعل مستوى السكر في الدم معتدلا. بعدين قد يتعرض مريض السكر للهبوط أو الدخول في الغيبوبة سكر إن لم يتناول وجبة الإفطار المتكاملة ومتوازنة، خاصة إن كان يؤدي أنشطة يومية مختلفة. بدي يعوض الإفطار لدى مرض السكر نقص مستويات الجلوكوز في المخ، ويمتد الجسم بالعناصر الضرورية التي يحتاجها، وكلما كان الإفطار متكاملا كانت الاستفادة منه أفضل. يعاني مرض السكر في الكثير من الأحيان من الصعوبات في التركيز، وقد أكد أخصائيات التغذية إن الأشخاص اللي يتناولون الإفطار يوميا هم أكثر قدرة على التركيز مقارنة بالأشخاص الذين لا يفطرون صباحا. نعم. في ناس في مرة يقولون لكم والله أنزين، أنتوا تقولون يكون نازل السكر أول الصبح، بس إحنا يوم النش أول الصبح تكون مرتفع. أنزين، هذا لسببين. أولا أن تكون وجبة اللي كلتوها قبل الرقاد تكون هي عالية في الكربوهيدرات، وهذه تحول بالنسبة للإنسولين اللي تأخذونها مش كافية لجسمكم، أو اللي هي ظاهرة الفجر. شو هي ظاهرة الفجر؟ يستخدم الجسم الجلوكوز للحصول على الطاقة، ومن المهم أن يكون لديك طاقة إضافية تكفي الاستيقاظ من الصباح. صحيح. ولذلك فإن خلال الليل وتحديداً من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 7 صباحاً، بس في أماكن يقول لك من الساعة 2 صباحاً وحتى 8 صباحاً، يبدأ الجسم في إخراج جلوكوز المخزون لاستعداد اليوم التالي، وهو ما يسمى بظاهرة الفجر. وفي نفس الوقت يكون الجسم يقوم الجسم بإفراز العديد من الهرمونات مثل هرمون النمو، وهذه الهرمونات تزيد في مقاومة الأنسولين، وبهالطريقة ترتفع السكر. صحيح. الأستاذة لميا مصطفوي أخصائية تغذية سريرية، الحقيقة موضوع أهمية الفطور لمرضى السكري موضوع مهم، وشكرا جزيلا لك على توضيح النقاط المهمة بالنسبة لأهمية الفطور سواء لعامة الناس وبالأخص للمرضى المصابين بداء السكري. بناخذ إن شاء الله يعني في الفقرات الثانية أو الحلقات الثانية أكثر يعني توضيح في هذا الموضوع، وشكرا لك أستاذتي أو أستاذة لميا مصطفوي، كل الشكر والتقدير. جزاك الله.
مستمعينا الأعزاء، فقرة صحة المسنين، خدمات طب المسنين بمراكز الرعاية الصحية الأولية. طبعا طب المسنين أحد التخصصات الطبية المهمة التي تحرص هيئة الصحة بدبي دائما وبشكل مستمر على توفير هذه الخدمات، ليس فقط كخدمات علاجية، وإنما دائما تحرص بأن هذه الخدمات تكون خدمات متكاملة من الجانب العلاجي وأيضا من الجانب الاجتماعي ومن الجانب النفسي، بحيث أن تكون منظومة علاجية ومنظومة شاملة لفئة المسنين أو حتى نقدر نقول الكبار المواطنين. طبعا هاي الخدمة تحرص هيئة الصحة بدبي أنها تكون متوفرة في مختلف منشآتها الصحية، سواء المراكز التخصصية وأيضا في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي. اليوم طبعا مستمعينا الأعزاء بيكون معنا الدكتور تامر محمد عبد اللطيف، استشاري طب المسنين، وبنستوضح معاه أكثر عن الخدمات الخاصة بالمسنين وأيضا بكبار المواطنين. بنتحدث معاه في البداية عن طب المسنين وماذا يختلف عن طب المعروف لدينا. ولكن مستمعينا قبل لا ناخذ دكتور تامر بناخذ الأخ محمد، عندنا اتصال. مرحبا أخوي محمد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، مرحبا وسهلا، يسعد لي صباحكم إن شاء الله. يا صباح الورد، شاكرين تواصلك الحقيقة في برنامج صحة وسعادة. الله يبارك فيكم، وهذا من أفضل البرامج، ومشكورين على هذا البرنامج الحلو. الله يسلمك. كلنا توعية ما شاء الله، واستفدنا وايد، الكثير استفاد من هذا البرنامج. الله يبارك فيك، شكرا لك. عندي شكر، عندي شكر بدايل، عندي طرح موضوع شوي بس قبلني حاب أشكر مركز ند الحمر الصحي. نعم. أنا من ند الحمر حاب أشكرهم جميعا من صغيرهم وكبيرهم على المجهود اللي يقومون فيه، صراحة يعني ما يعجز اللسان عن مدحهم ما شاء الله عليهم. نعم كلهم. فعندي موضوع طال عمرك أنا بغيت بالنسبة لكبار المواطنين. نعم. بما أني أنا الحين داخل في جديد عليهم على كبار المواطنين. أنت داش في هالفئة يعني؟ إيه توني داخل السنة هاي، داخل في الفئة هذه. أنت بروحك قررت ها؟ لا أنا لا دخلت، أنا أساس حتى الحين لما أصير مركز ند الحمر بس يعرفوني، أنا يعرفون خلاص أنا أصبحت من كبار المواطنين، تعال شوف الخدمات كيف مدلع. الله جزاهم الله خير، والله جزاهم الله خير. بس طال عمرك بغيت بالنسبة لكبار المواطنين اللي هو التطعيم الانفلونزا الموسمية. نعم نعم. بغينا في ناس تعرف في ناس ما تعرف كيف الحين، أنا عندي الوالدة عمرها تقريبا فوق 80. الله يحفظها يا رب. الله يطول لي عمرك إن شاء الله ويحفظ. فكيف أقدر أنا أقدر أجيبها المستشفى؟ مرة وديتها وقالوا لا ودها البيت وبيونك البيت. صحيح. بس عذني كيف بيوني البيت ما أعرف. تعالوا لو من عندكم تبثونا إياها الله يبارك فيك شوي، يكون الناس تسمع وتعرف اللي عندهم كبار السن في البيت. أخوي محمد نحن الحقيقة شاكرين يعني رسالتك الجميلة، وثق تماما بأن من خلال برنامج صحة وسعادة نحن دائما نوصل هاي الملاحظات وهاي الرسائل الجميلة اللي حقيقة تعطي دافع كبير جدا ليعني موظفين هيئة الصحة دائما بشكل مستمر لتقديم خدمات مميزة وخدمات أيضا يعني خاصة لجميع الفئات العمرية. أخوي محمد معانا اليوم الدكتور تامر محمد عبد اللطيف، وايضا هو اتوقع انه من مركز ند الحمر بند الحمر الصحي، ونحن اليوم اصلا موضوعنا عن خدمات طب المسنين وكبار المواطنين. دكتور صباح الخير دكتور تامر. صباح النور حضرتك دكتور تامر. طبعا الاخ محمد ويانا على الهاتف الحقيقه يعني يشكر
يشكر الخدمات المميزة اللي يقدمها مركز ند الحمر، وأيضا هو سعيد جدا بأنه يعني قريب جدا بيدخل في هاي الفئة، فئة كبار المواطنين، والحقيقة يتشرف في هذه في هذا الجانب. هو أيضا دكتور كان عنده استفسار بخصوص موضوع تطعيم الإنفلونزا بالنسبة لوالدته، لأني أنا اللي عارفة أن نحن قبل أسبوع صرح الدكتور علي السيد بأن التطعيم موجود في مراكز هيئة الصحة بدبي، لو تحدثنا في هذا الجانب. طبعا هو حضرتك التطعيم موجود في طريقتين للتطعيم، إما عن طريق طبيب الأسرة فهو بيقدم على يعني بيحجز كأنه بيحجز عادي جدا، بيحجز موعد بيدخل المركز بيقدم على كشف عن طبيب الأسرة، لو هي تقدر تروح يعني هي تقدر تروح المركز وتقعد في المركز. لكن لو هم قالوا له انها يعني هو غالبا انها المنظر يشتكى فيه انها مش قادره توصل او عندها مشكله انها تقعد في المركز، نعم، فقالوا احسن هنبعت لك عن طريق مركز عن طريق مكتب تنسيق الزيارات او الرعايه المنزليه في مركز ند الحمر وفي اي مركز. يعني هو حضرتك كل مركز من 12 مركز الموجودين في مدينه دبي في مكتب للزيارات المنزليه في فئات معينه ممكن يزورهم في البيت، من ضمنهم كبار المواطنين غير القادرين على المتابعة في العيادة الخارجية. فده حضرتك بيجيله طبيب أسرة بيزوره، لو هي مش مسجلة في برنامج الزيارات المنزلية بيجيله طبيب أسرة بيزوره الأول، وبعدين بينسق بعد كده بيبعت له ممرضة تديله التطعيم. نعم. لو هي مسجلة فخلاص، لو هي مسجلة أصلا يعني كان حد زارها قبل كده في البيت بتواصل مع المكتب في مركز الصحة البطاقة الصحية بتاعتها مسجلة فيه، وبعدين بيبعتوا لها حد يطعمه. التطعيم لسه نازل من كم يوم يعني، نعم، متاح في كل المراكز الحمد لله. نعم. شكرا دكتور، شكرا اخوي محمد على اتصالك لبرنامج صحة وسعادة. الله يطول لي عمرك. ومثل ما تفضل الدكتور. نعم. حبيت اشكر الدكتور الله يسلم. الدكتور موجود معك. دكتور سلام عليك، صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مشكور على الجهود اللي تقوموا فيها، جهود جبارة حقيقة. الله يخليك حضرتك. بارك الله فيكم إن شاء الله. الله يسلمك أخوي محمد، نحن بنتواصل معك إن شاء الله بدورنا بعد، أيضا بننسق مع مكتب الزيارات المنزلية في الرعاية الصحية الأولية، وبنتواصل وياك على أساس أن الوالدة الله يحفظها إن شاء الله تحصل الخدمة اللي تحتاج بإذن الله. شكرا أخوي محمد. دكتور تامر، نحن طبعا يعني اتصال الأخ محمد، وشكرا أيضا للخدمات اللي يقدمها مركز ند الحمر الصحي، وعنواننا اليوم طب المسنين بمراكز الرعاية الصحية الأولية. حابين دكتور يعني في البداية نتكلم عن يعني شو اللي يختلف بخصوص موضوع طب المسنين والطب المعروف لدى الناس. حضرتك هو احنا طب المسنين هو بطنة، فرع فروع مش فرع فروع بطنة، شكل من أشكال أمراض البطنة. يفرق عن البطنة بالتبسيط الشديد هو الفرق بين طب المسنين وأمراض البطنة الناس متعود عليها، هو نفس الفرق بين طب الأطفال وأمراض البطنة. هو طب قائم على السن، ابتدت بدايته لما كانت الناس ابتدت تعيش أكتر. عشان بس نتخيل الناس ابتدت تعيش أكتر إزاي، نتخيل أيام الفراعنة أو قدماء المصريين كان متوسط العمر فيهم 40 سنة، يعني ده رقم صغير جدا. دلوقتي متوسط العمر في الإمارات دلوقتي اللي رجالة حوالي 69 سنة، الستات 71 أو 73 سنة. نعم. طيب هل ده كان سن صغير؟ سن صغير جدا، العكس، عشان القدماء المصريين كان طب عندهم متقدم جدا، ده كان عالي لأن الرومان كان متوسط العمر فيهم 20 سنة أو 22 سنة. نعم. على مدى كم ألف سنة وصلنا للأعمار اللي احنا بنشوفها دي، زي اليابان عدت 100، فالناس قاعدت تعيش أكتر. فلما ابتدوا يعيشوا أكتر ابتدوا يقولوا يعني احنا مش هنموت عند 50 و60 زي ما زمان، عايزين نعيش أكتر. فعملوا طب، قالوا احنا عندنا طب أطفال، ليه ما يبقاش فيه فئة عمرية طب قائم على السن للكبار السن؟ نعم. قالوا طب احنا مش عايزين نعيش أطول وبس، احنا عايزين نعيش شباب. فكان طب المسنين يجاوب على سؤالين اثنين. السؤال الأول كيف نستطيع أن نمد الأعمار يعني نعيش أطول، والسؤال الثاني لا يقل عن الأول، كيف نستطيع أن نعيش شباب فترة أطول. كانت طبعا الإجابات يعني هو كان ما فيش ناس أعمار بتزيد كتير، فكان لأن هما بيسألوا السؤال الغلط. فابتدت بقى في علوم تظهر، فطلع طب المسنين اللي هو المسؤول عن تمديد العمر، وعلوم التعمر اللي اسمها الجيرونتولوجي مسؤول عن اللي هو تمديد الشباب. فالفرق بينه وبين بطنه هو الفرق بين أطفال
والبطنة. احنا الفوكس بتاعتنا او نقطة البؤرة الاهتمام في طب المسنين هي الاعتمادية على الذات. يعني احنا اهم حاجة النتيجة اللي بنقيس بيها نجاح العلاج الشخص كبير السن ده قد ايه يقدر يعتمد على نفسه وليس على الاخرين في اكثر عدد من المهام اليومية الخاصة به. صحيح دكتور محمد. طبعا هيئة الصحة بتبيتوا لاهتمام كبير جدا مثل ما انت تفضلت ايضا يعني بخصوص فئة المسنين او يعني كبار المواطنين. لو تحدثنا دكتور في هذا الجانب عن أهمية ودور الرعاية الصحية المتميزة يعني في تحسين جودة حياة المرضى. اقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا في طب المسنين, بس عشان ادي الناس فكرة, احنا عندنا في الرعاية الاولية هي المراكز الصحية. طب المسنين ده موجود في 6 مراكز من 12, عندنا 6 عيادات بأشكال مختلفة. نعم. أشكال مختلفة يعني احنا بنغطي 6 عيادات, 6 مراكز بين عيادات عامة لطب المسنين موجودة في مركز المنظر لغاية ما يفتحوا دلوقتي متنقلت مؤقتا المزهر والصفا وند الحمر وند الشبه. نعم. في عيادات هشاشة موجودة في المنظر والبرشة, في عيادات ذاكرة في المزهر. كل العيادات دي سواء عيادة طب المسنين العامة أو عيادتين المتخصصين التانيين هي الذاكرة والمزهر والهشاشة بيقدموا خدمات في الـ 12 في الست مراكز دول, والمراكز ما فيهاش بيتم تحويلهم عليه. احنا قلنا حضرتك الرعاية بتاع طب المسنين, منظور طب المسنين احنا قلنا ان هو الهدف من تمديد الحياة. لقوا ان هو العلاج بالأمراض, يعني عشان نعالج مثلا واحد عنده 6 أمراض مع بعض, لأن ان انت تعالج الضغط لوحده والسكر لوحده والكوليسترول لوحده ما فيش حاجه بتمدد الحياه. صحيح. فابتدى منظور طب المسنين يعني الخدمه او المدخل لطب المسنين للرعايه الصحيه او العلاج الشخصي ليس العلاج الامراض, وانما بنسميه هو العلاج الوقائي او العلاج الشامل. يعني احنا عندنا عشان احنا ممكن نجيب واحد تعالج السكر لوحده, تعالج الضغط لوحده, تعالج الكوليسترول لوحده, بس الشخص زي ما هو. صحيح. عنده نفس المشاكل ما يقدرش يمشي ما يقدرش. فعلشان كده لما عملنا طب المسنين المداخل لينا, لا احنا بنعالج من طريقة تانية بحيث ان في الاخر الشخص ده حتى لو السكر بتاعه اتضبط بس مش تمام, الضغط بتاعه نزل بس مش للهدف, لكن بيقدر كان في حاجات ما يقدرش يعملها, كان شيء يقدر مثلا يأكل نفسه بعد يقرأك نفسه, كان شيء يقدر يمشي في دول البيت بيقدر يمشي ولو بمساعدة أدوات مساعدة, أو يقدر يطلع برا البيت. فهو حضرتك الطب المسنين موجود, احنا عندنا تاني 6 عيادات في الـ 12 مركز بالإضافة إلى الزيارات المنزلية. الزيارات المنزلية طب المسنين بتغطي كل مدينة دبي لغاية حتى عندنا مرضى حتى في زيارات منزلية. صحيح. احنا بنغطي 75% من كبار السن اللي بيتم زيارته في مراكز كبار السن في المراكز الصحية اللي بيتقصدهم زيارات منزلية, إما عن طريق المركز الصحي, يعني كل مركز صحي بيغطي المنطقة بتاعته, بس وحدة رعاية كبار المواطنين اللي موجودة حاليا في مركز المنظر دي بتغطي كل كبار السن في المراكز الصحية الـ 12 بالإضافة إلى مدينة حتى. فمنشوفش كل كبار السن طبعا, بنشوف 75% منهم, وده رقم كبير يعني ده حوالي يعني ممكن يوصل 800 واحد. نعم. بالإضافة لعيادات. صحيح. دكتور تامر نشكرك الحقيقة على الجهود الجبارة الحقيقة اللي تقومون فيها بخصوص موضوع خدمات طب المسنين بمراكز الرعاية الصحية الأولية, وأيضا جميل جدا مثل ما تفضل دكتور بأن يتم العلاج بشكل يعني منظومة شاملة يتم تغطية جميع الجوانب بالنسبة للكبار المواطنين أو طب المسنين من الجانب النفسي والعلاجي وأيضا الاجتماعي. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور تامر. مستمعينا الأعزاء, وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم, ونتمنى أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي, إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاون, التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق نمر محمد, وأشكر أيضا زميلتي الأخت آمنة العلي, وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة, ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.